أعزائي المشاهدين أهلا بكم. انقسم التاريخ إلى نصفين، وانقسم البشر إلى نصفين، وانقسم المصير إلى نصفين، والسبب في كل هذا شخص واحد، يسوع المسيح. كيف يصالح المسيح الناس على بعضهم البعض وهو قد ترك الحارس يلطمه؟ كيف يصالح المسيح الإنسان مع الله والله نفسه قد ترك المسيح يموت دون أن يدافع عنه؟ هل علم المسيح بالدفاع عن النفس أمام الشر أم نادى بالهروب من المواجهة عندما قال من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا؟ هل أجل المسيح وهو الديان مقبولا من كل الأديان الدينونة حتى الآخرة فترك الأشرار يعيثون في الأرض فسادا؟ وماذا بالأبرار الذين يجنون ما يزرعه الأشرار من الشوك؟ أسئلة يفرضها علينا واقع حديث غريب مليء بالثورات هدم حوائط كثيرة كنا نختبئ وراءها بدعوى المسالمة والمصافحة. إذن أنظل ندافع عن السلام في وجه الشر أم ندخل في صراع وحرب مقدسة؟ هذا هو موضوع حلقتنا، فابقوا معنا. مرحبا بكم مرة جديدة. يسعدني في هذه الحلقة المليئة بالثورة والفوران أن نتقابل مع ضيوف أعزاء، دكتور عماد شحادة رئيس كلية لاهوت الإنجيلية بعمان الأردن، ودكتور فريد صمويل وهو أحد الكتاب المعروفين وله مؤلفات كثيرة في الجدليات الإيمانية. أهلا بكم. أهلا. يقولون أننا في ربيع ثائر عاصف، ربيع عربي مليء بالثورات في كل أماكن وفي كل المناطق. واقعيا نواجه كثيرا بهذا السؤال، أن ندير الخد الآخر لمن يضرب على الخد الأيمن؟ وهل فعل هذا المسيح عندما لطمه الحارس فرد عليه وقال له يا صاحب إن كنت قد عملت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تلطمني؟ أنهرب من المواجهة ونترك الآخرين يموتون فداء لنا ودفاعا عنا كما حدث؟ لا أريد أن أسرد كل الأسئلة دفعة واحدة، فلنبدأ بدكتور فريز. سؤال صدمني بيه ابني الصغير وأنا بحكي له قصة الملاك عندما ظهر ليوسف وقال له خذ الصبي وأمه وأهرب إلى أرض مصر، وأهرب إلى أرض مصر وليس اذهب، وكان هذا كلام ليلا. ابني سألني سؤال أقوله لك ببساطة الولد، يعني قال لي طب مش حرام عليه؟ فأنا اندهشت، حرام عليه إيه؟ قال لي مش حرام عليه يهرب هو ويسيب الولاد يموتوا بداله؟ وأنا مش عايز يعني تفسير للمشكلة دي يعني أو حل لها، فالحل عند الله، لكن عاوز أسأل، أليس كان من الممكن والأسهل أن يأتي الملاك ليس إلى يوسف بل إلى هيرودس الجالس على عرشه ويقضي عليه ويريحنا منه من أذاه؟ هيرودس ده بهدل الدنيا بعد كده، مش بس مع الأطفال، وانتوا عارفين التاريخ، من إنه يروح للمسيح ويقول له اهرب؟ يعني أيهما أيسر والملاك واحد؟ أنا أعتقد سؤال ابنك سؤال فيه ذكاء ومن شابه أباه فما ظلم، ودائما مرات كثيرة نحتاج أن نأخذ، أنا بخاف أن أسئلة ولادي، مرات نحتاج أن نأخذ الحكمة من أفواه الأطفال. والمسيح قال أو عندما أتوا الأطفال وحاول التلاميذ أن يمنعوهم قال إن لم تصيروا مثل هؤلاء الأطفال فلن تروا ملكوت السماوات. إذن سؤال ابني شرعي بداية يعني. طبعا طيب. وأنا أرحب بهذا السؤال. في قصة هروب المسيح إلى مصر، ظهر الملاك وطلب من يوسف أن يأخذ الصبي وأمه، قال له إنه في ناس عايزين يقتلوا المسيح. ليس في كل مرة يحدث فيها شر أو يكون إنسان شرير المطلوب من الله أن يمسك سيفه ويقطع رقبة هذا الإنسان. الله يدين بالعدل، لكن كما يقول الكاتب وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد الموت الدينونة. فهناك دينونة قد وضعت قضاء، لكن ليس هناك قضاء مستعجل كأن الله يمسك عصاه وعندما يخطئ الإنسان يضربه أو ينهي حياته. ظهر الملاك ليوسف وطلب منه أن يأخذ المسيح ويأتي به إلى مصر، وأعتقد أن هذا وإن كان هروبا من مواجهة هيرودس لكن ربما كان امتيازا لنا كمصريين
أنت أهل العائلة المقدسة. منورة يعني أشكرك. ربما مش ربما في خطة الله الأزلية أن يأتي المسيح لمصر ويبارك شعب مصر. ماشي، ما ذنب الأطفال؟ ما أنت برضو يعني اعمل خطة إلهية بدون ضحايا. يعني في كل المواقف، الناموس الطبيعي مثلا عندما يحدث زلزال أو بركان أو يحدث فيضان، يموت كثير من الأبرياء، ما ذنبهم؟ هناك بعض الأمور التي تخضع لنواميس طبيعية، ونتيجة لهذا الناموس يكون هناك معاناة. عندما ننظر كيف يسمح، أو نتناقش كيف يسمح الله للأطفال أن يتألموا أحيانا، أو كيف سمح الله أن يموت ربما أكثر من 20 طفل في بيت لحم، ربما أحيانا بعقولنا البشرية لا نستطيع أن ندرك. قرأت منذ فترة طويلة كتاب يتحدث عن طبيب كان يعمل في مستشفى الأطفال، وكان يعمل في القسم الخاص بمرض السرطان، ورأى طفل سنه لا يتجاوز 7 أو 8 سنوات يتألم كثيرا، ويقول أنه عندما كان يأتي الأب لزيارة هذا الطفل، الأم كانت تقف خارجا، وعندما يرى الأم داخلا ينتظر هو، يعني كان لا يجتمعان. في أحد الزيارات كان الأب جالسا بجانب ابنه، وأتت الأم ولم تدخل فناداها الابن، وعندما أتت أخذ الابن يد الأب ويد الأم معا ووضعهما على صدره، ثم فارق الحياة. الأب والأم كان في خصام، وعلى جثة هذا الابن قد تصالحا. فأحيانا بعض الأمور التي تتعلق بالألام والمعاناة التي نجتازها ربما لا نستطيع أن نكتشفها أو نعرفها جيدا، لكن سوف يأتي اليوم الذي فيه سوف نعرف، ونسأل الله لماذا سمحت أن يأتي المسيح إلى مصر بدلا من مقاومة هيرودس. دكتور عماد، أنا لديك تعليق على هذه الفكرة، جدلية المواجهة أم الهروب؟ أواجه فأقتل هيرودس وأخلص منه من شره ومن المصايب اللي تترتب على بقائه وعلى قيد الحياة وأهرب منه، أم أواجهه بأي طريقة إن كان؟ المزبوط، الكتاب المقدس مملوء في أحداث مشابهة اللي نتمنى لو الله عمل زي ما أنا عايز يعمل، مثلا يقضي على الشرير أو ما يسمحش بكارثة معينة أو ما يسمحش بألام، لكن الله بتصرف بطريقة مختلفة تفاجئنا. هذا شيء متكرر، يعني يعود السؤال مرة أخرى، كيف ممكن لإله محب أن يسمح بالشر والألام؟ المشكلة أنه الناس لما الملحدين لنفرض بيسألوش عن الله إلا أن يحدث كارثة، وفجأة الملحد بصير يقول ما بيصحش، لازم كذا كذا يكون، يعني فجأة بصير يسن القوانين. ما هي القوانين إجت من فين؟ يعني إذا كان هو بيقول الله مش موجود، وفجأة هو عم بيقول صح من الخطأ، فجأة كأنه هو عم بيؤمن بالله تاني. بمعنى تاني، الكارثة اللي صارت أثارت موضوع الإيمان في الملحد، صار هو فجأة يتكلم لغة الإيمان، فعم بيناقض نفسه. لكن أسوأ شيء ممكن يستنتج الإنسان وقت الكارثة، لما الله يتصرف بطريقة زي وقت بيت لحم في مصر، أسوأ شيء ممكن يصل الإنسان أنه يستنتج أن الله غير موجود أو غير مسيطر على الأمور. لأنه إذا الله مش موجود وغير مسيطر على الأمور، صار عندنا كارثة كثير أكبر. يعني شو نعمل بالكون؟ معناته خلص ما عاد في قوانين، خلينا القوي يأكل الضعيف وحالة ندخل فيها. من الأكثر نزاهة، أكثر عمقا، أنه الواحد يستنتج أنه الله عنده سبب خاص في ذاته، في زي ما تفضل الدكتور فريز، أنه دائما عند الله من دون استثناء أي ألم أي شر دائما بيحوله للخير، بجوز ما نشوفه بسرعة، بجوز ما. وأكبر دليل على هيك هو المسيح. يعني هذا المسيح تحمل أكبر شر ممكن أي إنسان يتحمل، ما في إنسان يتحمل مثل ما المسيح يتحمل. وليش عمل هيك؟ مشان خيرنا في النهاية. فألا نعطي الله الثقة؟ يعني بمعنى تاني السؤال بيصير ليس هل نثق بالله فقط، في سؤال إضافي، هل الله يثق بنا؟ يعني لما تصير الأسئلة هاي الصعبة، هل يتزعزع إيماننا بسرعة، نفقد الثقة بحكمته وليش هو عم بيعمل هيك؟ هل الله يثق بنا أننا نثق به؟ هل الله يثق بنا أننا نحن نثق به؟
فالسؤال هو هل هو فهنا وقت الكوا. فإذا في كثير أحداث بتصير ما بنعرف شو سببها الآن، ما بنعرف، بيجي يوم رح نعرف. نعرف بعض الأشياء تتحول للخير زي ما شفنا قصص كثيرة، تفضل من دكتور فريز والكتاب المقدس قصة أيوب مثلا، قصة يوسف شو تحمل وشوف النتائج لمصر أيضا وهكذا. إذا سمح لي الدكتور عماد أن أضيف، يستطيع المؤمن الذي يعيش في ضوء مشيئة الله أن يقول وفي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. شعارات حضرتك ممكن تقولها ويدك في المياه الباردة، ولكن لست وأنت واحد من أطفال بيت لحم أعتقد. سأضيق الخناق قليلا في أسئلة أكثر مباشرة. المسيح أوصانا بأن ندير الخد الآخر لمن يضربنا على الخد الأول، والمسيح نفسه أوصانا أن نحمل عصا وأن نحمل سيف. التعليم تبدو متناقضة، هل هناك مواقف يجب أن نحمل فيها عصا وسيف كما أوصى تلاميذه؟ أنا قدامي شواهد، يعني مرقس 6-8 يوصيهم بحمل عصا، لوقا 22-36 يقول لهم من ليس معه فليبع ثوب ويشتري سيف، ومرة أخرى يقول رد سيفك إلى غمدي لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف يأخذون. احنا بنتكلم بشكل واقعي يا جماعة، أنا ماشي في الشارع طلع لي واحد بلطجي، طلع لك حضرتك بهذا الاحتشام والذوق الرفيع والمظهر الجذاب، أغريت واحد من البلطجية أنه يطلع لك كده شوف إيه اللي في الشنطة بتاعتك وهجم عليك، وأنت رجل الله ورجل مسيحي ولك وضع في الكنيسة ورجل تؤمن بالمسيح، تتصرف معه إزاي؟ لما المسيح قال من لطمك على خدك كلاما فحول له الآخر، أيضا في السياق هذاك عم بتكلم عن ما تحاول تأخذ الانتقام أنت، وبنفس الوقت ما يكون عندك بغضة وحقد لما واحد يسيء إلينا، مش لازم رد فعلنا دائما الانتقام من هذا الشخص. الآن لما نيجي للمسيح لما هو لطم، الآن ننتبه الناس بيأخذوها خارج سياقها، تذكر قديش المسيح تحمل، يعني 95% من الوقت هو صامت والناس تضربه وتشتمه، بالأخير قذفوا به وعلقوه على الصليب، هو قابل صامت، لكن في لحظة معينة تحت شروط معينة لاحظ لما واحد لطم هو بهديك الوقت مرة واحدة من كثير مرات لطم جاوب، بس ما كانش للشفق على النفس ولا كان لأنه مش عايز يتألم، كان دفاعا عن الحق. ولاحظ جملته اللي أنت قرأتها لما حكى يا صاحب إن كنت عملت رديا فأشهد على الردي، كنت قد تكلمت رديا فأشهد على الردي وإن حسنا فلماذا تضربني. يعني بيقول قضية هنا قضية حق وخطأ، يعني إيش عم بيصير، هو ما عم بيثير الشفقة على عذابه ولا عم بيحاول يدافع عن نفسه، عم بيثير موضوع الحق والخطأ ضمن سياق عذاب مستمر لا يتوقف مدة طويلة جدا. فهو هنا أسيء فهم المسيح، هنا ما عم هو ما بده، بالعكس أدار مش بس خده الآخر، أدار جسمه كله للضرب والشتيم وإلى آخره. فهذا لكن إذا واحد هجم علي وأنا بالطريق، الآن إذا أنا ما بدي أنتقم مشان أذيه، ما بدي أحقد عليه، لكن حق أدافع عن نفسي، يعني ممكن أدافع عن نفسي، هذا حق. يعني بمعنى إيه دافع عن نفسي؟ دافع عن نفسي إنه ما يأذنيش، أنا عم بدافع عن نفسي، يعني عم بدافع حتى ما يقتلنيش، أو أنا ما يعني مش عم بريد، الفرق إنه ما لا أريد الأذى، مش عايز أذي، لا أريد الأذى له، لكن أريد الدفاع عن نفسي. وفي في عملية الدفاع بجوز هو يتحمل شوية أذى طبعا في القديد، لكن ما في انتقام شخصي، ما في أنانية هنا، فقط كف الأذى عنك، كف الأذى. نعم، عندما نصل إلى هذه المرحلة خلاص كل واحد، وإذا واحد هجم أولاد ودافع عن أولاد تبلغ عنه الشرطة يا دكتور عماد؟ عفوا، أنا تبلغ عنه الشرطة طبعا إذا كان في مجال إذا كان في مجال، إذا ما فيش وقت. طب مش ده انتقام طبعا؟ إذا بيعتمد، يعني كل موضوع، لأنه في موضوع الشرطة يعني هو أيضا ليس انتقام شخصي لكن حماية للمجتمع، قد يكون بجوز الشخص أحبه أقول أنا بحبك أنا مسامحك، مش أنا مش عم بشتكي عليك، بس في عندك مشكلة، أنت عم تأذي البشر، في أذى للمجتمع، في حق عام هنا بمعنى آخر. لكن دائما الانتقام الشخصي، الكراهية الشخصية هي المشكلة. عايز في ثنايا سؤالك قلت أني هناك مواقف متناقضة للمسيح، مرة يدعوهم أن يحملوا عصا وسيفا ومرة يرفض أن يستخدم السيف.
هذا ليس موقف واحد ولكنها مواقف مختلفة. فالموقف الأول الذي جاء في إنجيل متى أصحاح 10 عندما أرسل المسيح تلاميذه في الإرسالية الأولى كان بيقول لهم أنا معكم، لستم الآن أنتم في حاجة إلى عصا أو مزمار. ولكن في المرة الأخيرة عندما ابتدأ المسيح قبل الصليب يتحدث عن السيف فهموهم أنه يقصد سيفا ماديا، لذلك قالوا هناك سيفان، فقال لهم كفى، أي كفى كلاما في هذا الموضوع لأنكم أسأتم فهمي. ثم طلب منهم أن يبيعوا أثوابهم ويشتروا سيوفا، ولم يقصد بذلك أن يشتروا سيفا ماديا لكنهم أن يعدوا أنفسهم بكل الوسائل المتاحة لأنه سيتركهم وهم عليهم أن يتعلموا كيف يسلكوا في وسط هذا المجتمع. وهناك البعض يفسر أنه لم يقصد سيفا ماديا ولكن يقصد سيوفا روحية التي بها يستطيعون أن يربحوا العالم ويغيروا مفاهيم العالم. فالمسيح أتى كملك السلام، لكن أحيانا المواقف هي التي تحدد بقيادة روح القدس لنا كيف نتصرف التصرف الذي يرضي مشيئة الله. يخلصوا بالسيوف العالم أم يخلصوا بالسيوف على العالم؟ لسنا مدعوين أن نخلص على العالم لأنه هذا ليس رسالة المسيح وهذا ليس رسالتنا، فنحن مرسلين برسالة الحب. المسيح أتى ليصنع سلام، نعم، وأرسلنا أيضا لنحمل رسالة الحب والسلام إلى العالم أجمع. ومرة أخرى إضافة تفضل فيه الدكتور فريز أنه الناس بيأخذوا آية، لاحظ آيات محدودة جدا قليلة جدا، بس آيات موجودة دكتور ماشي، بس فسرها الدكتور فريد في سياقها. لكن شوف الرسالة كلها من تصرف المسيح، حياة المسيح، مسلك المسيح، آلام المسيح، رسالة المسيح في هذا. فالموضوع بيختلف كليا. أعتقد أنه كمان ضمانا لحيادية كلامي عشان ما كنش أنا واخد اتجاه الهجوم دائما، يعني أنا بعد أن قال لهم من ليس له فليبع ثوبه واشتري سيفا، يقول الكتاب لكي يتم ما قيل بالأنبياء على ما أتذكر وأحصي مع أثم. وفي ترجمة من الترجمات التفسيرية أحصي مع أثم بين قوسين أحصي مع حملة سيوف. وهذا ما حدث فعلا ليتم الكتاب وقت أن خرج بطرس حاملا سيفه فأخذ المسيح وسط مجموعة كأنها تحمل سيوف ليحصى وسط هؤلاء الأثمة كأحد قطاع الطرق. أعتقد قراءة جديدة لنص قديم. بحب أضيف هنا شيء آخر. تفضل. إنه في فرق، المسيح ما عم بدعو للسلاح والجيش إنه يكون في جيش وسلاح وانشروا الإنجيل في قوة السلاح، هذا أبدا مش هيك. هنا عم بيقول بالمقارنة مع الناس الكثيرين، الجيوش اللي حواليهم الرومان واليهود وكذا اللي بدهم يؤذوهم، اللي عم السلاح البسيط اللي معهم شيء بسيط كدفاع عن النفس ممكن يتهيأ له، لكن المسيح لما صار وقت آلامه هو تحمل السيوف كلها، كل يعني بمعنى تاني المسيح امتص أي شيء بتعلق في السيف في نفسه في جسده في صلبه، على في لما تعلق على الصليب امتص أي شيء يدعو للأذى الجسدي بالسلاح أو شيء، لأنه هو امتصه كله. فبمعنى ما في شخص في التاريخ كله أوقف الجهاد أو الحرب أو القتل أو التدبير إلا المسيح، لأنه امتص هو كل هذا في موته هو على الصليب، وهناك كان النهاية، حد وضع حد فاصل. ما في شخص في التاريخ كله وضع هذا الحد الفاصل إلا هو. نعم. سؤال أخير أود أن أتوجه به للدكتور فريز. مسيح العهد الجديد يقول من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، قبل هذا التصريح بآيات قليلة جدا عندما بدأ الموعظة على الجبل كان يقول أنا لم آتي لأنقض، أي لينقض كلام الناموس، بل لأكمل. ماذا يقول الناموس في قضية الدفاع عن النفس؟ يقول الناموس عين بعين وسن بسن ورجل برجل ويد بيد، يعني اللي ياخد عينه خد عينه. إزاي واحد بيقول أنا جاي أكمل الناموس والناموس بيقول كلام هو بيرفضه؟ الناموس بيقول خد حقك وهو بيقول سيب حقك، أصدق مين؟ المسيح. الناموس غرضه هو مؤدبنا إلى المسيح.
فالناموس كان به بعض الشرائع المدنية التي تناسب العصر، ولكن عندما أتى المسيح وضعها في صيغة كاملة تسمو فيها المعاملات عن المعاملة بالمثل. أعطى لنا دستور سماوي عندما نحب الآخرين أو حتى عندما يعاملون بالشر ونعاملهم بالخير، فكأننا كما يقول الكتاب نضع جمر نار على رؤوسهم. وعندما ننظر إلى الناموس أو نحاول أن نفهم هذه القضية جيدا، الناموس به جزء أدبي وصايا، ثم به جزء طقسي، ثم به معاملات تتعلق بالبشر. عندما ننظر إلى الجزء الطقسي نجد أن الذبائح كانت ترمز إلى المسيح، وعندما أتى المرموز إليه بطل الرمز، فهنا حدث نقد. عندما ننظر إلى الشرائع الأدبية نجد أن معاملات الله مع البشر تختلف على مر العصور، فالشرائع التي كانت في البداية كانت تناسب البيئة والوسط في ذلك الوقت، لكن عندما أتى المسيح أكمل وأتى بما هو أفضل وأعطى العهد الجديد شرائع أو نظام أو معاملات تفوق وتسمو على ما كان يتم في الماضي، فليس هناك تناقض ولكنه إكمال. قال أحدهم لو تصورنا هناك حفرة متر في متر، أنا بعدها وسعت الحفرة عملتها مترين في مترين، هل أنا نقضت أو لغيت الحفرة الأولى؟ بالعكس أنا أكملت. فالمسيح قد أكمل الناموس ولماذا الحفرة؟ فلنقل أن هناك أساسا لبيت ثم أعمدة ثم سقف، فبهذا المفهوم يعني العهد القديم كان الأرضية التي يقف عليها الإنسان فهي أقل شيء يمكن أن يبدأ به، ووصايا الإنجيل في الموعظة على الجبل تكون سقف ونهاية الوضع الأدبي هل أنا يعني صح كده؟ دكتور جميل جدا. بحب أضيف كمان لتفضل فيه دكتور فريز، أنه لما أتى هذا التعليم عن العين بعين والسن بالسن كان رحمة، يعني بمعنى تاني ميل الإنسان أنذاك أنه الانتقام يكون غير محدود. واحد بيكسر سني بقتله هو عائلته، فلما يجي السن بسن فقط فهو رحمة حتى يحدد من الانتقام في مرحلة معينة، في تدرج بالإعلان إلى أن وصل المسيح أخذ كل وصية وأعطاها معناها الروح الحقيقي. قيل لكم لا تقتل، أما أنا فأقول من غضب، قيل لكم لا تزني، أما أنا فأقول، أعطى شو معنى الروح الحقيقي للموضوع. قيل لكم عين في عين وسن في سن، أعطى المعنى الحقيقي، وصل لفكرة عدم الانتقام، عدم التهور، بالعكس المسامحة أولا. سامح قبل ما بتقدر تصحح أي شخص إلا لتسامحه قبل هيك، وهكذا. يعني أعطى السمو، أعطى المغزى الحقيقي الموجود في العهد القديم. أيضا هاي من أحد علامات الاستفهام الكبيرة في العهد القديم، يعني في صراعات في العهد القديم، في أسئلة، في حيرة لا يمكن أن تحل إلا بالمسيح. لما إجا المسيح كل الثغرات هذه ما سميتها الثغرات صارت تنحل، صارت تتوضح، صارت لها المعنى الإلهي السام. أضيف بعد إذن دكتور عماد، نعطي مثال كيف سمى المسيح بالناموس. ننظر لخطية الزنا. الزنا مجرم في العهد القديم، لكن عندما أتى المسيح قال من نظر إلى امرأة أو من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. عالج ما هو في داخل الإنسان، فكر الإنسان قبل أن يسقط في الخطية. هو هنا لم ينقض الناموس لكنه سمى بالناموس وأعطى له الامتياز الأكبر والفضيلة الكبرى. ألخص ما فهمت من حضراتكم بعد أن أقدم شكر جزيل لتواجدكم معنا دكتور فريز دكتور عماد. يعني أفضتم ونقول أوجزتم فأسهبتم، يعني شكرا جزيلا لكم. أعزائي المشاهدين، تخيلت نفسي أسأل نفسي هذا السؤال، ماذا لو كان قد مات المسيح وعاش الأطفال؟ لكان قد مات الجميع، لكن هناك كان أمل عندما عاش المسيح ومات الأطفال، فقد عاش الأطفال عندما يعيش المسيح. هذا الأمر الذي قد يكون ردا بسيطا رددته على ابني عندما سألني هذا السؤال. أتى المسيح في موعظته على الجبل لا ليعجز الجنس البشري إنجاز التعبير، لكن لكي ما يسمو كما سمعنا بالجنس البشري من مناقشة
أعراض المرض إلى مناقشة المرض نفسه. فالمسيح لم يعالج عرض بل مرض. أتمنى أن تكون إجاباتنا شافية، وأتمنى أن تثير المزيد من الأسئلة، فنحن لا نخشى الأسئلة بل بالعكس نعتبر أن كل سؤال تكتبه لنا على الإيميلات التي تظهر على الشاشة الآن أمامك هو رصيد جديد من الثقة ورصيد جديد من التواصل بيننا وبينك. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة، لكم منا جزيل الشكر.